أهلا بكم أعزائي الطلبة في درس جديد من دروس الرياضيات لطلاب الصف الثالث الثانوي العلمي، وهو بعنوان تمرينات ووسائل الوحدة السادسة التابع الأسي الجزء الثالث. سوف نعرض من خلاله حل بعض التمرينات المعروضة في نهاية هذه الوحدة. آمل لكم الإفادة أعزائي الطلبة، تعالوا لنتابع. تمرينات ومسائل التابع الأسي الجزء الثالث. تعلمنا سابقا في هذه الوحدة السادسة التابع الأسي، الدرس الأول تعريف التابع الأسي النبري، والدرس الثاني خواص التابع الأسي، أما الثالث دراسة التابع الأسي، والدرس الرابع نهايات مهمة تتعلق بالتابع الأسي، وأيضا درسنا تابع من الشكل A أس X، وأخيرا تعرفنا إلى معادلات تفاضلية بسيطة. وتعلمنا في الدرسين السابقين تمارين من هذه الوحدة، وسوف نتابع التمرين 13 من مسائل هذه الوحدة، وهو تابع يشمل معظم أفكار هذه الوحدة. التمرين بعنوان تابع القوة. ليكن لدينا ألفا عددا حقيقيا غير معدوم. نهدف أعزائي الطلبة من هذا التمرين إلى دراسة تابع بألفا على المجال صفر زائد لا نهاية مفتوح من الطرفين، والتابع بألفا معطى بالعلاقة الآتية: بألفا إكس يساوي إكس أس ألفا. نأتي إلى المطلوب الأول، اكتب التابع بألفا بالنمط X سهم أي قاعدة الربط E أس U X. لدينا بألفا X يساوي X أس ألفا، نستعمل قاعدة E أس لوغاريتم X يساوي X، E أس لوغاريتم X يساوي X. هذه خاصة تعلمناها في هذه الوحدة. باستعمال هذه الخاصة نحصل على E أس لوغاريتم X أس ألفا، وباستعمال خاصة أيضا تصبح E أس ألفا لوغاريتم X. وهنا نلاحظ أن U X هو ألفا باللوغاريتم X. المطلوب الثاني، عين تبعا لإشارة ألفا جهة اطراد التابع U. نعلم أن التابع اللوغاريتمي متزايد تماما على المجال صفر زائد لا نهاية مفتوح، وفي حالة ألفا أكبر من الصفر يكون لدينا ألفا بلوغاريتم X متزايد تماما، حيث نعلم أن لوغاريتم X تابع مرجعي متزايد تماما، فيكون ألفا بلوغاريتم X متزايد تماما أيضا لأن ألفا أكبر من الصفر في الحالة الأولى. أما في الحالة الثانية أعزائي الطلبة، يمكن أن تكون ألفا أصغر من الصفر، فيكون X سهم ألفا لوغاريتم X أي التابع ألفا لوغاريتم X متناقصا تماما. الطلب الثالث، استنتج جهة اطراد ب ألفا. في حالة ألفا أكبر من الصفر يكون ألفا لوغاريتم X متزايدا تماما كما ذكرنا في الطلب السابق، ومن ثم سيكون ب ألفا E أس ألفا لوغاريتم X متزايدا تماما أيضا، لأن التابع E أي التابع الأسي هو متزايد تماما، وما ضمنه متزايد تماما، فهو يحافظ على إشارة التراجح، وبالتالي يصبح ب ألفا متزايد تماما أيضا. نأتي إلى الحالة الثانية، وهي حالة ألفا أصغر من الصفر، ويكون ألفا لوغاريتم إكس متناقصا تماما أيضا من الطلب السابق، ومن ثم نحصل على تابع بألفا متناقص تماما أيضا،
وذلك لأن ألفا لوغاريتم X متناقص تماما، أما E التابع الأسي متزايد تماما، يكون E أس ألفا لوغاريتم X متناقصا تماما بحسب قواعد تركيب التابع. نأتي إلى المطلوب الرابع، ادرس تبعا لإشارة ألفا نهاية ب ألفا عند طرفي مجموعة التعريف. ونعلم أن مجموعة التعريف هنا من الصفر إلى الزائد لا نهاية، ويوجد طرفان لها صفر والزائد لا نهاية، أي المطلوب دراسة نهاية ب ألفا عند الزائد لا نهاية وعند الصفر. نأتي إلى الحالة الأولى وهي حالة ألفا أصغر من الصفر، عند إذن تكون نهاية ألفا لوغاريتم الإكس عندما إكس تسعى إلى الزائد لا نهاية يساوي ناقص لا نهاية. وهنا نلاحظ أن لوغاريتم إكس نهايته زائد لا نهاية، وألفا أصغر من الصفر فتصبح النتيجة ناقص لا نهاية، وبالتالي يصبح نهاية بألفا إكس عندما إكس تسعى إلى اللا نهاية يساوي نهاية إي أس ألفا لوغاريتم إكس عند إكس تسعى إلى الزائد لا نهاية. وهنا إكس تسعى إلى الزائد لا نهاية فيصبح نهاية ألفا لوغاريتم إكس تسعى إلى الناقص لا نهاية، فباستبدال ألفا لوغاريتم إكس بإكس كبيرة نلاحظ أن النتيجة هي صفر، وهذا تابع مرجعي نعلم نهايته. في حالة ألفا أصغر من الصفر لدينا نهاية ألفا بلوغاريتم X تساوي زائد لا نهاية عندما X تسعى إلى الصفر، لأن نهاية لوغاريتم X هي ناقص لا نهاية وألفا أصغر من الصفر فيصبح الناتج زائد لا. هنا نهاية بألفا X عندما X تسعى إلى الصفر تصبح هي نهاية المقدار إي أس ألفا لوغاريتم إكس عندما إكس تسعى إلى الصفر، ويمكن تبسيط هذه النهاية بأن نضع إكس كبيرة فيصبح الناتج زائد لا نهاية، لأن نهاية إي أس إكس عندما إكس تسعى إلى الزائد لا نهاية تساوي زائد لا نهاية. وفي حالة ألفا أكبر من الصفر يكون لدينا النهاية الآتية، نهاية ألفا لوغاريتم X عندما X تسعى إلى الزائد لا نهاية تساوي زائد لا نهاية، وبالتالي نهاية بألفا X عندما X تسعى إلى الزائد لا نهاية تساوي نهاية E أس ألفا لوغاريتم X عندما X تسعى إلى الزائد لا نهاية، ويساوي هذا المقدار ليمت E أس X عندما X تسعى إلى الزائد لا نهاية، إن هذه النهاية تساوي زائد لا نهاية. وفي حالة ألفا أكبر من الصفر عند إيجاد النهاية عندما X تسعى إلى الصفر نجد أن الناتج ناقص لا نهاية، فتصبح نهاية ب ألفا X عندما X تسعى إلى الصفر تساوي نهاية E أس ألفا X عندما X تسعى إلى الصفر، وتساوي نهاية E أس X عندما X تسعى إلى الناقص نهاية ويساوي الصفر. وبهذا نكون قد أوجدنا النهاية عند الأطراف المفتوحة لمجموعة التعريف عند الصفر وعند الزائد لا نهاية في حالتين، في الحالة الأولى عندما تكون ألفا أكبر من الصفر، وفي الحالة الثانية عندما تكون ألفا أصغر من الصفر. الطلب الخامس، نعرف ب صفر ألفا يساوي صفر. إذا نفترض أن صورة الصفر وفق هذا التابع هو صفر، المطلوب بيّن أن ب ألفا تابع مستمر على المجال صفر زائد لا نهاية، مغلق عند الصفر ومفتوح عند زائد لا نهاية. وفي هذه الحالة لدينا ب صفر يساوي الصفر، وكذلك من الطلب السابق وجدنا أن نهاية ب x تساوي الصفر عندما تكون x تسعى إلى الصفر،
فتصبح المساواة الآتية صحيحة، وهي limit b alpha x عندما x تسعى إلى صفر يساوي b صفر، وهذه الخاصة تعني أن التابع مستمر عند الصفر. إذن أصبح لدينا b alpha مستمرا عند الصفر، وكذلك نعلم أن التابع ألفا لوغاريتم الإكس مستمر على المجال صفر زائد لا نهاية مفتوح، وكذلك التابع إي أس يو إكس لأن يو إكس هي ألفا بلوغاريتم إكس المستمر على المجال صفر زائد لا نهاية، يصبح التابع إي أس يو إكس أيضا مستمر على المجال صفر زائد لا نهاية. ونعلم من السابق أن التابع مستمر عند الصفر، وبالتالي تصبح لدينا الخاصة بألفا مستمر على المجال صفر زائد لا نهاية مغلق. أثبت أن بألفا اشتقاقي عند الصفر أو على المجال صفر زائد لا نهاية مفتوح. أولا نعلم أن التابع يو إكس ألفا بلوغاريتم إكس اشتقاقي على المجال المفتوح صفر زائد لا نهاية، لأن لوغاريتم إكس تابع مرجعي معلوم أنه اشتقاقي على هذا المجال ومضروب بالعدد الحقيقي ألفا. إذن أصبح التابع إي أس يو إكس أيضا اشتقاقي على هذا المجال. أثبت أن ب فتحة ألفا يساوي ألفا بب ألفا ناقص واحد. لدينا التابع ب ألفا إكس يساوي إي أس ألفا لوغاريتم الإكس، وباشتقاق الطرفين نجد أن ب فتحة ألفا إكس يساوي يو فتحة إكس بإي أس ألفا لوغاريتم إكس، وهذه العلاقة تساوي ألفا على إكس بإي أس ألفا لوغاريتم الإكس، حيث أن مشتق لوغاريتم إكس هو واحد على إكس، فيصبح مشتق بفتحة هو ألفا على إكس بإي أس ألفا لوغاريتم إكس. ويمكن تبسيط هذا الناتج بأن نضع واحد على إكس بالشكل إكس أس ناقص واحد. وأيضا هنا يمكن أن نستعمل خاصة موجودة في التابع للسي، وهي أن إكس يساوي إي أس لوغاريتم الإكس، فتصبح بالشكل ألفا بإي أس ناقص لوغاريتم إكس بإي أس ألفا لوغاريتم إكس. وباستعمال خواص القوى نجد الناتج ألفا بإي أس ألفا ناقص واحد لوغاريتم إكس، وهذا هو ألفا بب ألفا ناقص واحد إكس. أصبح لدينا أعزائي الطلبة بفتحة ألفا يساوي ألفا بألفا ناقص واحد، ولكن هذا الشكل غريب لدينا، لذلك نعود إلى الشكل الآتي: إكس أس ألفا مشتقه يساوي ألفا بإكس أس ألفا ناقص واحد. إذن أصبحت لدينا القاعدة مشتق إكس أس ألفا يساوي ألفا بإكس أس ألفا ناقص واحد. الطلب الثامن: نفترض أن ألفا تقع بين الصفر والواحد، وأن ب ألفا صفر يساوي الصفر. احسب نهاية نسبة التغير عند الصفر. نعلم أعزائي الطلبة أن نسبة التغير dx تساوي b alpha x ناقص b alpha صفر على x، وبالحساب نجد أن b alpha x هو x أس alpha ناقص b alpha صفر هو صفر على x ناقص صفر هو x، وهذا يساوي x أس alpha ناقص واحد. إذن قسمة القوى طرح الأسس، وهنا الأس واحد، فتصبح إكس أس ألفا على
إكس أس واحد هو يساوي إكس أس ألفا ناقص واحد. ومن الطلب نعلم أن ألفا يقع بين الواحد والصفر، وبالتالي فإن ألفا ناقص واحد أصغر من الصفر. وأن هذا المقدار سالب، أي هو من الشكل واحد على إكس، فتصبح هذه النهاية تساوي زائد لا نهاية. وهنا نلاحظ أن نهاية نسبة التغير ليست قيمة حقيقية، وبالتالي التابع ليس اشتقاقيا في هذه الحالة عند الصفر. إذن إذا كانت ألفا بين الصفر والواحد، عندئذ التابع غير اشتقاقي عند الصفر. استنتج أن لخطه البياني مماسا شاقوليا بألفا مستمر عند الصفر كما وجدنا من الطلب السابق، وكذلك من الطلب 8 وجدنا أن نهاية تي إكس عندما إكس تسعى لصفر يساوي زائد لا نهاية. من الشرطين المبينين نجد أن للتابع أو للخط البياني لهذا التابع مماسا شاقوليا في النقطة التي فاصلتها صفر، وهي صفر صفر. المطلوب العاشر، أعد السؤال السابق في حالة أن ألفا أكبر من الواحد. نأتي إلى كتابة نسبة التغير، ووجدنا أن هذه النسبة تساوي X أس ألفا ناقص واحد، ولكن هنا ألفا أكبر من الواحد، فتصبح ألفا ناقص واحد أكبر من الصفر. نستنتج هنا أن نهاية نسبة التغير هي صفر عندما X تسعى إلى الصفر، وهي قيمة حقيقية، أي أن هذه النهاية حقيقية، وبالتالي التابع اشتقاقي عند الصفر. أصبح لدينا عندما تكون ألفا بين الصفر والواحد يكون بألفا ليس اشتقاقيا عند الصفر، أما إذا كان بألفا أو ألفا أكبر من الواحد يكون بألفا اشتقاقي عند الصفر. أصبحت هذه العلاقة صحيحة في حالة ألفا أكبر من الصفر على المجال صفر زائد لا نهاية. المطلوب 11، أثبت أن ب ألفا تركيب ب بيتا يساوي ب ألفا بيتا. نلاحظ هنا أن شرط التركيب محقق، ولنركب التابعين نكتب ب ألفا ب بيتا إكس يساوي ب بيتا إكس يساوي إكس أس بيتا، وباستعمال الخاصة إكس أس بيتا يساوي إي أس بيتا لوغارتم الإكس، ومن ثم نستعمل صورة ب ألفا وهي تساوي ما داخل ب ألفا أس ألفا، وباستعمال خواص القوى نجد أن الناتج هو إي أس ألفا بيتا لوغارتم إكس، وهذا يساوي ب ألفا بيتا إكس. أصبحت لدينا الصيغة المألوفة لدينا، وهي X أس بيتا ألفا تساوي X أس ألفا بيتا، وهي من خواص القوى. نأتي إلى طلب آخر، أثبت أنه في حالة ألفا أكبر من صفر يكون نهاية لوغاريتم X على X أس ألفا يساوي الصفر. أولا يمكن أن نكتب لوغاريتم X على X أس ألفا بالشكل 1 على ألفا بلوغاريتم X أس ألفا على X أس ألفا، استعملنا خاصة من خواص اللوغاريتم. ولكن لدينا نهاية X أس ألفا عندما X تسعى إلى الزائد لنهاية يساوي زائد لنهاية، وأيضا نهاية لوغاريتم X على X عندما X تسعى إلى الزائد لنهاية يساوي الصفر، وهذه قاعدة أيضا. وبالتالي يصبح لدينا نهاية لوغاريتم X على X أس ألفا يساوي الصفر، و
وذلك عندما x تسعى إلى الزائد لا نهائي. 13 أثبت أنه في حالة ألفا أكبر من صفر يكون نهاية x أس ألفا لوغاريتم x عندما x تسعى إلى صفر تساوي الصفر. نفترض أعزائي الطلبة أن t يساوي 1 على x، ومنه يكون x أس ألفا لوغاريتم x يساوي ناقص لوغاريتم t على t أس ألفا بالتعويض مكان 1 على x بالعدد t. فنصبح أمام الحالة السابقة، وبالتالي نهاية x أس ألفا لوغاريتم x عندما x تسعى إلى صفر تساوي ناقص نهاية لوغاريتم t على t أس ألفا عندما t تسعى إلى الزائد لا نهائي، وهذا يساوي الصفر. 14 أثبت أنه في حالة ألفا أكبر من الصفر يكون لدينا نهاية e أس x على x أس ألفا عندما x تسعى إلى الزائد لا نهائي تساوي الزائد لا نهائي. نعلم أن نهاية e أس x على x عندما x تسعى إلى الزائد لا نهائي يساوي زائد لا نهائي، وبالتالي نهاية e أس x على ألفا على x عندما x تسعى إلى الزائد لا نهائي يساوي زائد لا نهائي أيضا، ومنه نهاية e أس x على ألفا على x قوة ألفا عندما x تسعى إلى الزائد لا نهائي يساوي أو تساوي زائد لا نهائي. أصبح لدينا نهاية e أس x على ألفا على x قوة ألفا عندما x تسعى إلى الزائد لا نهائي تساوي الزائد لا نهائي. وبالتالي باستعمال خواص القوى نجد أن نهاية e أس x على x أس ألفا عندما x تسعى إلى الزائد لا نهائي يساوي زائد لا نهائي، أو نهاية x أس ألفا على e أس x عندما x تسعى إلى الزائد لا نهائي تساوي الصفر. وبالتالي أصبح لدينا نهاية x أس ألفا بـ e أس ناقص x عندما x تسعى إلى الزائد لا نهائي تساوي الصفر. وبهذا نكون قد انتهينا من درس تمرينات ومسائل الوحدة السادسة التابع للسي الجزء الثالث في مادة الرياضيات 1 لطلاب الصف الثالث الثانوي العلمي. أرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمنا لكم. أشكركم أعزائي الطلبة على حسن إصغائكم، مع الأمل أن نلتقي مجدداً.